مثلت العلاقة بين الجهد الكهربائي لموصل الكروي مشحون والبعد عن مركزه بيانيا كما في الشكل اعتمادا على الرسم جد ما يأتي. أولا نصف قطر الموصل، هذا إذا يمثل من الصفر إلى النقطة الثابتة، هذا هو عبارة عن نصف القطر، إذا 10 سنتي. المجال الكهربائي دائما داخل الموصل يساوي صفر. المجال عند سطح الموصل وهو هنا، إذا المجال فرع جيم يساوي الجهد على المسافة ف. الجهد من نصف القطر أو المسافة من 0 إلى 10 هي 18 فولت، على المسافة 10 سنتي بتحويلها إلى متر تصبح 1 بالعشرة، إذا 180 نيوتن على كولوم. الفرع الآن ده الفرق الجهد بين نقطتين تبعدان عن مركز الموصل 5 سنتي و20 سنتي. أولا الجهد على بعد 5 سنتي هو عبارة عن 18 فولت بهذه الطريقة، إنه ثابت 18 فولت. الآن الجهد عند 20 سنتي، أولا نجد الشحنة على السطح، جهد على السطح يساوي 9 في 10 قوة 9 في الشحنة على السطح على نصف القطر. الجهد على السطح هو 18 فولت، 9 في 10 قوة 9 الشحنة على نصف القطر وهي 1 بالعشرة التي تمثل هنا. الآن بضرب 1 بالعشرة في 18 وقسمتها على 9 في 10 قوة 9 يصبح لدينا 2 في 10 قوة سالب 10 كولوم، إذا هذه الشحنة. الآن الجهد على بعد 20 سنتي، 9 في 10 قوة 9 في 2 في 10 قوة سالب 10 هذه الشحنة على البعد وهو 20 سنتي، يعني 2 بالعشرة، إذا الإجابة 9 فولت. إذا فرق الجهد هو دلتا الجهد يساوي 18 ناقص 9، إذا 9 فولت.